ما حكم لعن الحيوان؟ حرام، لا يجوز لعن الحيوان ولا لعن غير الحيوان من المساكن أو البقاع أو غير ذلك، لأن اللعنة كلمة قبيحة لا يجوز إطلاقها على من لا يستحقها، لا من الدواب ولا من المساكن ولا من البقاع ولا من الأشخاص أو غير ذلك، لأنها كلمة قبيحة، كلمة خطيرة، والمؤمن لا يكون لعانا وإنما يصدر عنه الكلام الطيب. جزاكم الله خيرا.